أهلا بكم من جديد. افتتح معالي الشيخ محمد بن خليفة الخليفة وزير النفط مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط لتكنولوجيا التكرير الذي ينظمه الاتحاد العالمي للتكرير بالتعاون والتنسيق مع هيئة البحرين للنفط والغاز. ويبحث المؤتمر أحدث المعدات وتقنيات التكنولوجيا على مستوى العالم، حيث يعقد بشراكة نخبة من الشركات والباحثين للاطلاع على أحدث الأدوات والتقنيات التكنولوجية لتطوير مصافي التكرير. وقد تم طرح ومناقشة تقنية إدارة انبعاثات الكربون والمشاريع الإقليمية وتكامل الفرص في مجال التكرير والبتروكيماويات، إلى جانب دراسة أولويات خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لكون القطاع النفطي الأكثر تأثراً بتغير المناخ. القصد من هذا المؤتمر أنه يجمع بين الشركات الوطنية وبين شركات تقنية التكرير. اليوم مصفاة بابكو في مشروع التوسعة تعتمد على اختيار أحدث التقنيات. هذه التقنيات يراعون فيها أعلى المواصفات للمشتقات البترولية، المواصفات البيئية الحديثة، وكذلك في استهلاكها للطاقة، تكون كفاءة أعلى في استهلاكها للطاقة. كل ذلك يرفع من كفاءة المصفاة لإدخالها في مجال الربحية مستقبلا. فاز مصنع الجسر للمياه العطرية بجائزة البحرين للمنتج الغذائي المتميز، حيث قام وزير الصناعة والتجارة والسياحة زيد الزياني بتكريم القائمين على المصنع في بيت التجار، كما قام الوزير بتكريم الشركات المساهمة في الجائزة التي تنظم في نسختها الأولى من هذا العام من قبل لجنة الأغذية في غرفة تجارة وصناعة البحرين. وقد أعرب الوزير الزياني عن تقدير الحكومة لكافة الفعاليات والمبادرات التي تقوم بها غرفة التجارة، والتي تأتي تعزيزا لدور الغرفة كشريك رئيسي للحكومة في دعم القطاع الخاص. وقد أكد الوزير الزياني أن حكومة مملكة البحرين تدعم كافة المبادرات والمشاريع التي تسهم في إبراز المميزات التي تحظى بها المملكة في كافة القطاعات. بالنسبة لنا الأمن، دعم صناعة الأغذية عنصر مهم في مملكة البحرين، يخدم ناحيتين. الناحية الأولى هو توسيع الأمن الغذائي وتوفير غذاء محلي، والناحية الثانية هو تصدير المنتج البحريني وعكس أكلنا وثقافتنا للعالم. من الأشياء اللي سررت بها أن الشركة الفائزة تصدر 60% من منتجاتها، وهذا شيء يفخر له، ونطمح إن شاء الله أن هذه الفعالية تكبر ويصير مزيد من الاستثمار في مجال الأغذية. فعاليات من هذا النوع تساعد البحرين في الظهور على الساحة العالمية، تصدير والمواد الغذائية وغيرها يعني. ولكنني أوجه كلامي بالشكر الجزيل لأعضاء اللجنة، رئيس اللجنة الغذية وأعضائها والمشاركين في المسابقة وكل من ساهم في نجاح الفعالية. أكد مستثمرون أن السوق المحلي بما يملكه من مقومات تنظيمية وتشريعات مرنة وتسهيلات حكومية قادر على استقطاب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية في قطاع صناعة الأغذية. جاء ذلك ضمن فعاليات مؤتمر الاستثمار في الغذاء بتنظيم من مركز ميناء للاستثمار، والذي سلط الضوء على أبرز تحديات الأمن الغذائي على مستوى البحرين ومنطقة الخليج العربي وسبل الارتقاء بها، مع تسخير أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال إنتاج الغذاء واستصلاح الأراضي إنتاج المحاصيل الزراعية. وبحسب إحصائيات خليجية رسمية، يصل حجم استثمارات دول مجلس التعاون في إنتاج وتصنيع الأغذية أكثر من 23 مليار دولار، منها 380 مليون دولار في مملكة البحرين. الوقت الحالي البحرين لو طالع المؤشر الأمن الغذائي اللي تصدره وحدة الإيو، البحرين كلاسيفاي او ترتيبها 33 على دول العالم، محققه 70 نقطه من مجموع 100 نقطه.
في الاقتصاد العالمي من ناحية الأمن. طبيعي هناك مجموعة من المحددات، ولكن البحرين ترتيبه يعطي انطباع شكل البحرين قادرة على استقطاب الاستثمارات في هذا القطاع. استثمار الغذاء اليوم المؤتمر جدا مهم بالنسبة لتجار الأغذية وللمستثمرين. البحرين تعاني من نقص في صناعة الغذاء، نحاول ولو بشكل نسبي نحرك الاستثمار نحو الغذاء، نبي أمن غذائي له بشكل نسبي. في فرص كثيرة موجودة لرواد الأعمال، للشركات الكبيرة راح نتكلم بها اليوم في الحلقات، فراح تساعد أن تكون فكرة حق الشركات وحق رواد الأعمال. والآن نترككم مشاهدينا مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية.